السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع بفيديو جديد ويسعد لي أوقاتكم جميعا. صباح الخير ومساء الخير من أي مكان بأي توقيت عم تشاهدوا هذا الفيديو. رح نحكي بهذا الفيديو على وجه الخصوص حول القوانين الجديدة، الشروط الجديدة بخصوص الجنسية الألمانية. طبعا أصدقائي، فضلا وليس أمرا، لايك للفيديو لينتشر وليستفاد الجميع، وسبسكرايب وتعليق، وشكرا للجميع على الدعم الفترة الأخيرة. الشروط الجديدة للجنسية الألمانية طبعا فيها تسهيلات كثيرة وكبيرة كثير، يعني فرصة ذهبية للحصول على الجنسية الألمانية. بس بأول فيديو بدي أذكر شغلة، هاي الأشياء والقوانين والتسهيلات اللي راح نذكرها ما في تاريخ محدد ليتم إصدارها، ليتم تنفيذها، يعني لسه هذا مقترح مسودة من الحكومة الألمانية. واللي عم يسأل عن تاريخ هاي التسهيلات وإيمت ممكن يبدأ هذه القوانين والتسهيلات، فما في تاريخ محدد لحد الآن. القوانين القديمة للحصول على الجنسية الألمانية 8 سنوات، واللغة والاندماج وهي كلياتها نعرفها. نحن رح نناقش ورح نذكر التسهيلات الجديدة. اولا السماح بامتلاك جنسيتين، يعني ولنفرض سوري جنسيتك الام الجنسيه الاصليه، او مصري او اردني او عراقي او اوروبي او امريكي، ما في اي مشكله بتحصل على الجنسيه الالمانيه، بتكون عندك جنسيتين. قديما يعني كان ممنوع، يبدك تحصل على الجنسيه الالمانيه تتخلى عن جنسيتك، او ما تتخلى عن جنسيتك و ما راح تحصل على الجنسية الألمانية، إلا في بعض الدول اللي فيها صراعات واللي فيها حروب مثل سوريا مثل أفغانستان، كان في تسهيلات، كانوا بيعطوا الجنسية الألمانية، وكان هذول الأشخاص عندهم جنسية السورية والأفغانية كمان بسبب ظروف خاصة بسبب الحروب في هذه الدول. بالقانون الجديد، يعني التسهيلات الجديدة، القوانين الشروط الجديدة، من الممكن الشخص يحصل على جنسيتين شو ما كانت جنسيته الأم. الشرط الثاني والتسهيل الثاني من تسهيلات هو نقص عدد السنوات للحصول على الجنسية الألمانية من 8 سنوات إلى 5 سنوات، وهذا أنا بعتبره يعني من أفضل التسهيلات، من أفضل الشروط، من أفضل الأشياء اللي ممكن تقدمها الحكومة الجديدة، حكومة السيد المستشار أولاف شولتز. يعني شيء خرافي، شيء حقيقة بنشكر عليه المستشار إذا تم تطبيق هذا القرار بفترة قصيرة، هي نقص عدد السنوات للحصول على الجنسية الألمانية من 8 سنوات إلى 5 سنوات. تسهيل آخر أو شرط آخر للحصول على الجنسية الألمانية طبعا اللي راح تدخل حيز التنفيذ بممكن 6 أشهر أو سنة أو أكثر أو أقل، يعني من التسهيلات اللي اقترحتها الحكومة، اللي هي الأشخاص الأكثر اندماجا راح يحصلوا على الجنسية الألمانية في 3 سنوات فقط، 3 سنوات فقط لا غير راح تحصل على الجنسية الألمانية. تخيل معي 3 سنوات أنت بألمانيا راح تحصل على الجنسية الألمانية. ولكن هون مذكور كلمة الاندماج، شو بيقصدوا هون الاندماج؟ الاندماج لغويا، اقتصاديا، قانونيا، ثقافيا. يعني الاندماج لغويا يكون عندك مستوى منيح كتير، يعني متقدم باللغة الألمانية، تكون عندك الكتابة، القراءة، المحادثة، يعني متقدم بمستويات جيدة باللغة الألمانية. كمان اقتصاديا، يعني ما تكون على الجوب سنتر أو تأخذ المساعدات بشكل دائم، لازم تساعد الدولة اقتصاديا كمان من خلال العمل أو الاستثمار. كمان ثقافيا، يعني تكون عندك ثقافة حول المجتمع الألماني، القوانين الألمانية، حول الحياة في ألمانيا، يعني ما تضر الدولة أو ما تساوي شيء غير قانوني. وقانونيا كمان نفس الشيء، المخالفات، الجرائم، هي شيء يكون سجلك القانوني نظيف، ما عليك أي شيء. كمان الأشخاص الذين يساهمون في تقدم المجتمع الألماني، أشياء مثل العمل التطوعي، تتطوع في منظمة، في أي مركز يساعدوا اللاجئين أو يحافظوا على البيئة أو التنظيف، هاي الأشياء كمان لها دور كبير كتير، دور إيجابي بينفع في
الحصول على الجنسية الألمانية من خلال الاندماج بشكل جيد، ومن ثم خلال 3 سنوات بتكون أنت حاصل على الجنسية الألمانية. خلينا نعود نذكر بموعد صدور هذا القرار. كموعد أولي مثل ما ذكر عضو بحزب الـ حزب الحاكم حزب المستشار السيد أولاف شولتز، قال من الممكن أنه بالشهر 12 تقديم مسودة. نحن حاليا بالشهر 11، الشهر القادم من الممكن أنه يقدموا مسودة لبعدها يروح إلى البرلمان. ولكن الصعوبة هون بالبرلمان التأخير، لأنه بالبرلمان في أحزاب معارضة، في أحزاب يعني مو سياسة كل الأحزاب متطابقة مع بعض. يعني ممكن يعارض الحزب الـ SPD أو الـ FDP أو الأحزاب الليبرالية الأخرى والأحزاب اللي تحب وجود اللاجئين وتحب مساعدة اللاجئين، أنه هاي الشروط مو كافية، لازم نقدم شروط أخرى، تسهيلات أخرى. ممكن حزب الـ SPD الـ CDU وأخواته كمان الأحزاب المعارضة كمان يعارضوا هاي القوانين، انه يعارضوا يكونوا فيها تسهيلات كتيرة. في نقاش طويل عريض راح يكون في البرلمان، وهذا كله بيأخر صدور او بيأخر الاتفاق على موعد صدور قانون الجنسية الجديد. بس طبعا اذا صدر قانون الجنسية الجديد فراح يكون يعني فرصة ذهبية لفئة كبيرة كتير من الناس للحصول على الجنسية الألمانية. وخاصة هون انا بنصح الأشخاص الواصلين جدد أو اللي عندهم سنة أو سنتين في ألمانيا، الاندماج شغلة يعني عامل مهم كتير للحصول على الجنسية الألمانية. وبالفترة الأخيرة يعني في عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا بفترة 2015-2016 حصلوا على الجنسية الألمانية، بالرغم من أنه في تأخير في إجراءات. يعني في أشخاص كتير مستوفين الشروط، ولكن في تأخير في الإجراءات، نقص عدد الموظفين ومشاكل في المواعيد. هذه أشياء متأدي إلى تأخر حصول الشخص على الجنسية الألمانية. كمان إذا الشروط الجديدة دخلت حيز التنفيذ، ممكن في أشخاص كتيرة يعني على وشك الحصول على الجنسية الألمانية، مستوفين تقريبا 90% من شروط الحصول على الجنسية الألمانية، راح يكون هذا التسهيلات وهذا القانون الجديد يعني فرصة ذهبية مناسبة لهم. يعني خلال 2023 من الممكن بصيف عام 2023 من خلال تصريحات المسؤولين والأشخاص الذين يتابعون هذا الشأن، صيف 2023 أو خريف 2023 يعني بالشهر 7-8-9-10 ممكن يوصل إلى 2024. لحد الآن ما في أي شيء، أي موعد نهائي. رح نوافيكم بالأخبار ورح أطلع بفيديو آخر إذا كان في تصديق وتنفيذ من البرلمان. أصدقائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك الفيديو، نلقاكم بفيديو آخر.